مشاهدينا، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مع الموهبة الجميلة اللي هتسمعوها معانا دلوقتي، منى الأمين. أهلا بيك يا منى. أهلا بيك يا آية، نوراني النهاردة. ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليك. عرفي بقى الجمهور والناس اللي بتسمعنا كده بيكي. أنا اسمي منى محمد الأمين، أو زي ما الناس بتقول لي منى الأمينة على طول. عمري 21 سنة، في كلية تربية موسيقية. موهبتك بقى يا منى غنى بس ولا بتعزفي على حاجة؟ يعني المفروض ان انا لسه بتمرن حاجة بسيطة جدا على العود، لان ده القسم بتاعي اللي انا داخلاه اصلا في الكلية بتاعتي، بس لسه يعني مش احسن حاجة فيه، بس الحمد لله اني ماشية فيه. والغنى دي موهبتي الاساسية، وبرضو لما دخلت الكلية دخلت ده القسم الاساسي بتاعي. في سنة كم بقى؟ تالتة. طيب انتي بتغني من وانتي عندك كم سنة؟ من زمان قوي، يعني تقريبا من ابتدائي، من اول ما دخلت المدرسه، من اول اولى ابتدائي وانا ابتديت اعرف يعني ايه اوضه موسيقى، يعني ايه اخرج اصلا بره البيت، بره الفصل، بره اي حاجه، وابتديت اعرف اوضه الموسيقى. وعلى بقى مدى الثلاث مدارس اللي اتنقلت فيهم، كانت اول حاجه لازم بروح اعرفها هي اوضه الموسيقى، بروح بقى وانتشر فيها. طيب قولي لي يا منى، الاغاني اللي انت بتحبيها او بتميلي ليها، القديم اكتر ولا الجديد؟ هو الاثنين حلوين طبعا، بس يعني بما ان اول حاجه حفظتها في حياتي كانت قديم، فاستمريت على القديم واعتزيت بورده جدا ان هي صوتها حلو وكل حاجه فيها حلوه، فابتديت احفظ لها وابتدت بقى تمشي واحده واحده، عرفت ناس تانية قدام وكده. ف طب سمعينا حاجه الورده بقى قدام. بتحبيها؟ ماشي اوكي. هغني حته من اغنيه ليها. الحنيات طفين هي، ابكي يا قلبي على الحنيه، ابكي يا قلبي على الحنيه، الحنيات طفين هي، ابكي يا قلبي على الحنية، ابكي يا قلبي على الحنية. هي الدنيا جرى فيها ايه، دي جرى فيها ايه، وجرى فيها ايه، حتى الناس صبحت مش هي، حتى الناس صبحت مش هي. وراحت فين الكلمة الحلوة، وراحت فين الناس الحلوة، وراحت فين الكلمة الحلوة، وراحت فين الناس الحلوة. ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا، مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا، مشينا وقدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا. وتاري الدنيا غدارة غدارة، بتغدر كل يوم بينا غدارة، وتاري الدنيا غدارة غدارة، بتغدر كل يوم بينا غدارة. والله وجيتي علينا دنيا، جيتي علينا علينا دنيا، وجيتي كتير على ناس قبلينا. برافو برافو، ايه الصوت الحلو ده؟ جدا. قولي لي بقى، الموهبه دي اكيد في حد في العيله برضو نفس الموهبه،
يعني هو البيت كله الصراحة من زمان احنا ناشئين في عيلة، حتى عيلة مامتي يعني أسرتي وعيلة مامتي كلنا بنغني من زمان، وفي أي تجمعات برضو بنقعد نغني، يعني احنا عيلة بنحب الغنى يعني كده. ماما مثلا ولا بابا؟ لا ماما وأختي وأخويا وخالاتي، ما شاء يعني الله عيلة فنانة. يعني بس هو انا اللي طلعت منهم طفره كده، وابتديت ان انا يعني ابص او اركز في المجال. طبعا كلهم شجعوكي على الموهبه بتاعتك لا تكملي فيها؟ صراحه ما فيش حد فيهم قصر في اي حاجه من الجزء ده، يعني لا هم كلهم واقفين جنبي وكلهم بيشجعوني، يعني ما بيصدقوا اي خطوه تيجي ويبتدوا تحفيز، مش مثلا حد فيهم بيهبطني لا خالص، لا كلهم بجد يعني واقفين جنبي جدا، ويعني كتر خيرهم طب كلهم. بالنسبه شكرا. بقى لزمايلك في الكليه؟ لا زمايلي في الكلية وبره الكلية كلهم خلاص عرفوا انا اتجاهي فين، وعرفوا انا بعمل ايه، فيعني كله برضو بيشجعك عليها؟ كله كملي في بيشجعني الموضوع. تشجيع فظيع، يعني انا بحبهم كلهم، والله يعني لما بقول لهم كلمة الشكر ان انا بشكركم ان انتوا بتعملوا معايا كده، مش تبقى مجرد كلمة وخلاص، والله لا فعلا انا ببقى مبسوطة جدا من كلامهم وتشجيعهم وتحفيزهم، سواء من عيلتي او سواء من صحابي سواء من اساتذتي في الكلية، يعني كلهم اي حد. بالنسبة بقى لموضوع الكلية، أنا سمعت إن أنتي بتشاركي في حفلات جوه الكلية. ده حقيقي، يعني اي يعني هو في الاول كان لازم اتعرف او كان لازم الدكاتره يعرفوني او يسمعوني، زي اي مكان زي اي مدرسه دخلتها برضو كان لازم يقعد فتره كده على ما يسمعوني، وبعد كده بقى اي حفله تيجي او اي اوديشن يجي لانك تقدري تقدمي فيه بقيت ممكن اقدم فيه، فالدكتور يقبلني فاطلع مثلا في حفله تعجبه اغنيه بصوتي معينه فيطلعني معاه. في بقى حد عاوز يكلمك؟ معانا منى، اهلا بيك يا منى معانا. اهلا بيك يا فندم. البرنامج ده جميل جدا، انا اول مره بصراحه اشوفه، والانسه منى دي جميله جدا حبيبتي يا منى. منى ومنى نورتينا يا منى. يعني اتمنى اشوفها بتغني، واتمنى حد يكتشفها المواهب الجميله دي ان شاء الله. ميرسي يا وان منى. شاء الله، وان شاء الله يعني ربنا يوفقها ويوفقكم في البرنامج الجميل ده. ان شاء الله. انا ميرسي اول جدا مره فعلا اتفرج عليه واعجبت بيه. حبيبتي ميرسي جدا ليك. ميرسي حبيبتي. نكمل بقى. نكمل. انت بداتي تغني طرب من وانت عندك كام سنه؟ بدات اغني طرب من تقريبا ثالثه ابتدائي. ثالثه ابتدائي دي اول اغنيه قديمه عرفتها، كانت بالصدفه، يعني المستر بتاعي في المدرسه كنت في ثالثه ابتدائي زي ما قلت لحضرتك، بطلع على طول اخش على طول اوضه الموسيقى، المستر بتاعي ساعتها حس ان في حاجه حلوه فابتدى ان هو يساعدني على ان انا احفظ اغنيه قديمه، وكانت اول اغنيه في حياتي احفظها، وحتى يعني قعد ساعتها يحفظني كتير، طبعا ما كنتش فاهمه الكلام معناه ايه، يعني بالنسبه لي حاجه لغه عربيه قوي وانا مش فاهمه اصلا الكلام اللي بيتقال ايه، بس مجرد لحن، وكان بيحاول يثبته في ودني، وكنت كل ما انزله في اي وقت لازم يلا تعالي ما نجربها، يلا انا اعزف معاكي ونعملها. معانا مي من القاهره عايزه الكلام. معانا مي، اتفضلي يا مي. مي خير. زي النور. ازيك يا منى؟ انا باي ازيك؟ ذا واي اختها. اهلا بيك يا مي. فانا حابه بس اقول كلمه كده كلوب قدام الناس. منى انا بحفزك جدا ومبسوطه بان انا شايفاكي اون سكرين، وبجد صوتك تحفه، وانا هفضل فور ايفر احفزك يعني، ف برافو عليكي. حبيبتي تشجيع جامد. ده كده العيله بقى. ميرسي ليك يا مي. ميرسي يا مي. طيب انتي بتميلي بقى للاغاني الجديده اكيد طبعا، مين بقى اللي بتحبي تسمعي له في الاغاني الجديده؟ كتير قوي يعني، كتير قوي. عشان هتغني لنا اغنيه منه دلوقتي، هتقولي عليه هنقول لك غني لنا دلوقتي. طيب ممكن اصاله. طيب ماشي، سمعينا حاجه الاصاله. ممكن. جابوا سيرته في وسط موضوع قلت اسمع، قلت يمكن احن تاني ويمكن ارجع، والكلام جاب بعضه فجأة بدأت اركز، قالوا عايش عادي، قالوا كلام ينرفز، سمعت عنه حاجات يا ريت ما سمعتها، بيقولوا قابل واحدة بعدي وحبها، حاولت اتوه في الكلام على قد ما اقدر،
مش عايزة أسمع حاجة عنه عنها. كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف لا طافي بنفع عيني يا أرض انشقي وبلع عيني قبل ما يبان اللي فيه. كان نفسي أهرب من كلامهم، خفت أمشي لا ياخدوا بالهم، ولو مشيت هيبان عليا، وأخاف لا ضعفي بنفع عيني يا أرض انشقي وبلع عيني قبل ما يبان اللي فيه. جابوا سيرته في وسط موضع قلت أسمع. الله الله بجد يا منى. قولي لي بقى، انت ليه ما قدمتيش في مسابقات؟ قدمت زمان وانا صغيره، كان تقريبا عمري 13 سنه. تمام. بس ما اتقبلتش بسبب سني، يعني انا صراحه كانت دي تجربتي، يعني كانت تجربتي الكبيره، كانت في برنامج مشهور جدا، وكنت ساعتها كان نفسي اعمل زيهم وكده، بس ما كنتش مدركه بقى الدراسه، ما كنتش مدركه ده هياخد مني وقت قد ايه، ما كنتش مدركه الحاجات دي كلها. وساعتها عرفت ووصل لي منهم ان هم مش قابليني علشان سني، واكيد برضو صوتي ما كانش فيه القوى الكافيه، او ما كانش لسه اتمرنت اكتر، كنت لسه صغيره قوي، فكان بالنسبه لي التجربه لسه ناشئه جدا. غير بقى المسابقات اللي بتتعمل العاديه، فاللي هي الحاجات بقى اللي بتبقى في المدارس، اللي بتبقى في الكليه، اللي بتبقى في مثلا حاجه على السوشيال ميديا ممكن اشترك فيه، انما حاجه كبيره قوي كده يعني صراحه مستنيه اخلص دراستي، لان دراستي صعبه قوي وطويله قوي. هناخد تليفون الاول معانا. منال من المنيا. منال ايوه نورتينا. لا منال انا من القاهره. اهلا بيكي. انا بنت خالتها. ما شاء الله. انا لما العيلة. ايوه اتفضلي. ايه ازيك يا مولون؟ ازيك يا روح قلبي؟ بجد فخورين بيكي وحياه ربنا. حبيبه قلبي ده فوق دماغي. وباذن الله باذن الله في يوم من الايام هتبقي حاجه كبيره جدا باذن الله. والله ربنا يخليك يا مولون. شكرا ليكي يا منال. ميرسي يا امر. روحي. ايه قولي لي بقى، بعد لما تخلصي الدراسه، اكيد طبعا الدراسه بتتطلب ان انت هتفضلي تدرسي التخصص بتاعك، طب بعد ما بتخلصيه بقى هتعملي ايه؟ ايه طموحاتك بعد ما تخلصي دراستك؟ والله هو طموحاتي مش ان انا اتشهر، يعني انا مش عايزه اتشهر، مش عايزه جو الشهره ده خالص، ولا بفكر فيه، ولا ده طموحاتي ابدا. انا طموحاتي ان الناس تسمع صوتي، مثلا ناس تقارن بين صوتي زمان وصوتي دلوقتي، لان انا كمنى حاسه ان صوتي بيتقدم، حاسه ان هو بيتغير، حاسه ان في شيء جديد بيحصل فيه، فده بالنسبه لي ان انا كده ان في خطوه حلوه انا باخدها، فحاسه ان انا عايزه اعرف الناس كلها ان انا مثلا ايه، يعني صوتي يا جماعه بيتغير، صوتي الحمد لله بيتحسن، يعني ممكن يجي مني حاجه حلوه، يعني حاجه كده. بس يعني بحاول اعمل كده، وده اللي ببتدي اعمله مثلا على السوشيال ميديا عامه، على الاكونت بتاع الفيسبوك، على الانستجرام، على الواتساب لاصحابي، بتبقى حاجات كده، يعني حاجات بتبقى نعم صغيره مش كبيره قوي للعالم كله، بس يعني بحاول، المهم ان هم يسمعوني. طب معانا خلود. اتفضلي يا خلود. اتفضلي حبيبتي معاكي. خلود. الو. اهلا بيكي يا خلود. ازيك يا منى؟ ازيك يا خلود؟ ازيك يا روح؟ معجبين كتير النهارده. حبيبه قلبي، ده نورك، ده نورك في المكان. منوره الشاشه كلها، كلنا قاعدين فخورين بيكي والله. حبيبتي يا خلود، والله فوق دماغي. بحبك يا خلود، انت عارفه. شكرا ليكي يا خلود. يلا سمعينا اغنيه حلوه بقى كده من يعني اختيارك انت. هأغني ألجاني بعدين. ألجاني بعد يومين، يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا ناري تقيد، وسمعت فكري شريد، وسكت وقلبي شهيد.
ألقاني بعد يومين يبكي لي بدمع العين، يشكي من حب جديد، يحكي وانا نار تقيد، وسمعت فكر شريد، وسكت وقلبي شهيد. وانا اللي كنت فاكره انه حيشتكي من بعدي، فاجيني بصة تانية ضيعت الحلم الوردي. وانا اللي كنت فاكره اني وحدي اللي في قلبه، اتاري واحدة تانية جت في ثانية شالت قلبه. اوام معرفتش ايه هقوله، هرب كلامي مني، سبته ومشيت لوحدي والخطوة غصب عني. وانا اللي كنت فاكره اني وحدي اللي في قلبه، اتاري واحدة تانية جت في ثانية شالت قلبه. اوام منى، ايه الصوت الجميل ده؟ ميرسي ميرسي يا يما. يعني عايزه اقول لك يعني انت بجد موهبه جميله جدا بجد، نفسي حد يكتشفك بامانه والله. يعني انا كمان نفسي نفسي جدا، بس يعني الفرص في الحاجات دي بتيجي مره واحده كده وبتبقى طالعه مع الناس يعني، فاتمنى وما اكرهش خالص ان حد يكتشفني خالص اطلاقا. طيب مشاهدينا وكده انتهت حلقتنا، اتمنى تكون نالت اعجابكم، وانتظروني ان شاء الله مع ضيف جديد في اللقاء معايا. نختم بقى باغنيه حلوه كده منك. ممكن اغنيها قديمه برضو؟ ماشي. يا تمرحنا يا تمرحنا، خليتي بينا وبعدتي عنا، الورد كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا، الورد كله كله كسل جناين، وش معنى انتي انتي اللي شردة منا. يا تمرحنا يا تمرحنا.